برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. في الحقيقة السنين اللي فاتت شفنا المرأة المصرية بتتولى أدوار كتيرة جدا وهامة جدا في العمل السياسي. شفنا السيدات الآن في الوزارات، في البرلمان، في حتى مجلس الشيوخ. شفنا بنشوف العمل السياسي لا يخلو من الدور النسائي القوي جدا. والأول مرة في محافظة المنوفية في سيدة ترشحت لمنصب عمدة، وهي الدكتورة سارة زهران من قرية أبو نشابة التابعة لمركز السادات. دكتورة سارة في الحقيقة حاصلة على دكتوراه في التخطيط والسياسة الاجتماعية، وتعمل مشرف أكاديمي للتدريب الميداني بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، وهي معانا دلوقتي عبر الزوم. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى كل الموجودين وعلى مصر كلها. أهلا بيك يا فندم. يعني أنا في البداية بشجعك على، خلينا أقول، شجاعة عندك، أنه إحنا دايما عارفين أنه العمدة ده من قديم الأزل وهو راجل. يمكن ما شفناش أو ما عرفش لو في حد حاول أو سيدة حاولت تكون عمدة. فإيه اللي شجعك أنك تاخذي الخطوة دي وأنك ترشحي لمنصب العمدة، ودي أول مرة في المحافظة يعني لو أنا مش غلطانة؟ فعلا هو دي أول مرة في المحافظة. كمان لو هنتكلم على الدوافع اللي خلتني اني انا افكر في الخطوه دي، فكان في اكتر من حاجه. اولهم كان بصراحه السيد الرئيس وطول الوقت بيتكلم عن الشباب واهميه تمكين الشباب واهميه تمكين المراه واهميه دورنا في التنميه في المجتمع. من هنا اول حاجه اللي هو انا دوري ايه في المجتمع، انا اقدر اعمل ايه. كمان حاجه يعني مشكلات كتيره جدا موجوده في القريه. يمكن يعني اكتر حاجه كمان ان هو يوم الاثنين اللي هو قبل ما اترشح بيومين ثلاثه لقيت حد بيكلمني محتاج مساعده لبنت يتيمه بتتجوز. فلما بسالها على ظروفها قالت لي عمرها 15 سنه. فبسالها هو لسه زواج القاصرات موجود؟ قالت لي في حاجات كتيره جدا موجوده. فمش بس عندنا قصور في خدمات بنيه تحتيه، لا احنا عندنا فجوه يعني زمنيه كبيره جدا ما بين اللي الدوله بتسعى تعمله وما بين الحال اللي موجود فيه القريه. تمام. فقلت ان انا دوري دلوقتي لازم انطلق، لازم يبقى لي دور. أيوة. اطبق اللي انا اتعلمته واللي درسته في على ارض الواقع. طيب دكتوره، يعني اقول لها دكتوره ولا حضره العمده؟ يا دكتوره يعني حضره العمده. يعني دكتوره لغايه ما رسميا. ايوه حضره العمده. انا عايز اعرف يعني ايه الفرق بين العمده وايه الفرق بين المحليات وايه الفرق بين الهيكل الاداري والتنظيمي للعمل العام في الشوارع المصريه او تطوير الميادين المصريه؟ يعني انتوا بتعملوا ايه؟ يعني معلش المواطن برضو مش فاهم يمكن ما هي خصائص او ما هو دور العمده في القريه المصريه وازاي بيتم الترشح. يا ريت تدينا كده نبذه سريعه عن هذا الموضوع يا فندم. تمام. هو دلوقتي هو في نظره تقليديه لدور العمده ان هو ماليش غير ان هو فض المنازعات فقط، الصلح بين المتخاصمين، مجرد ان الجوانب الامنيه فقط. اما دور العمده دور كبير جدا. تمام. غير كده ان احنا محتاجين اساسا نغير النظره التقليديه لدوره ده في ان احنا يعني ندعم الخدمات، نوعي يعني. ايوه حضرتك قلتي دور العمده دور مهم جدا، ايه هو دور العمده رسميا؟ وقبل كده كان اكيد كان زمان كان حاجه كبيره، ودلوقتي ربما بعد التداخل دوره كان الزمان ازاي ودلوقتي بقى ازاي؟ لا كان زمان السينما المصريه طرحت دوره بشكل كبير وفج جدا. برضو كان ليه هيبه جامده جدا، كان ليه سياده يمكن على كل اللي موجودين في القريه. أيوة. بيحسون هو ولي امرهم جميعا كلهم، كان هو الحاكم الحقيقي للقريه يعني. فعلا رئيس جمهورية القرية. ايوه. اما حاليا يعني الدنيا اتغيرت والوقت اتغير والظروف اتغيرت، ويعني التحديات اللي قدام بينينا كتيره جدا. ما ينفعش يفضل الدور ده يعني تقليدي في بس فض المنازعات والمشاكل البسيطه اللي ممكن اي حد يقوم بيها. احنا دلوقتي عايزين نغير النظره التقليديه دي يعني عشان نعبر بالدور ده من الدور التقليدي لدور يعني يلائم التحديات والتغيرات اللي احنا فيها وقصور الخدمات اللي احنا كلنا محتاجينه والعبء الجامد جدا على الدوله اللي محتاج ان احنا نشارك فيه ويعني نشارك. أيوة. في صنع جمهوريه جديده زي ما دايما الرئيس بيقول. طيب دكتوره ساره، يعني احنا زي ما قلت لحضرتك عارفين يمكن الدور ده بيلعبه دايما الرجال، فلما قررتي انك تترشحي ردود الفعل كانت عامله ازاي بقى من الـ يعني المواطنين الموجودين بداخل المحافظه؟
والله انا كنت يعني هقول لحضرتك، حتى من الوقت اللي انا رحت يعني اقدم فيه انا كنت شايفه دهشه كبيره جدا، ولكن لقيت في ناس كتير جدا بتقولي توكلي على الله، في ناس كتير جدا بدعمي في البيت، الحمد لله كانوا احسن داعم ليا، كمان على مستوى القريه لا في فعلا تيار تنميري، في فكر مختلف طبعا، بالرغم ان في يعني بعض الناس طبعا معترضه على فكره ان ست هي تتولى الامر يعني، بس في المجمل هي الموضوع مش موضوع تولي امر قد ما هي، انا يعني حاليا بحاول افهمهم ان هي وظيفه اداريه، حاليا حفظ دورها، حفظ الامن دورها، ان انا يعني اطالب بالخدمات اللي ناقصه، اواعي شباب القريه، استغل قدرات وطاقات الشباب دي في يعني عمليه التطوير والبناء والتنميه، صحيح. مش بس مجرد ان احنا نقعد نصلح بين اتنين متخاصمين او اتنين في خلافات بينهم وبس، صحيح طبعا ده صحيح دور عظيم وكبير لا اغفله، صحيح ولكن احنا عايزين نعبر من ذلك الى ايه؟ الى يعني دور اعمق ونظره مختلفه. أنا شايف طموح كبير جدا من حضرة العمدة الدكتورة سارة زهران، وشايف كمان الطموح يعني عايز يبقى في دور أكبر للعمدة في مجتمع القرية، ربما زمان كان هو الحاكم الحقيقي للقرية، النهاردة ربما دوره بيقتصر على فض المنازعات، ولكن وصول سيدة مصرية لهذا المنصب أعتقد أنه هو برضو إنجاز للدولة المصرية في دعم دور المرأة الحقيقي في الوصول لكل المناصب. شكرا ليكي الدكتورة سارة زهران، أول سيدة تتقدم بالترشح لمنصب عمدة في محافظة المنوفية، شكرا جزيلا لحضرتك.